سيستكي تشارستكي دولم الجامن عدي ساقي جامة تنهي ويباب وكالي خده مزارعن خده دراسي مجهن وتركتوري مجهن يبخده بري في باراني يعني عشق بو مالي ناري تهوي تيتنه بو عشق بو ام نويرين بو چوانان يبخده بشي في باراني بارانك باش خد باري يعني دور صد مليني باريا وخده زاده ما هواي بيش شعبه ودف غدگرن يعني والباقي على الله. المزروعات البعلية تعتمد على كميات الأمطار التي تتجاوز معدل في الجزيرة 450 ملي في السنة. في هذه السنة تمت الزراعة أغلب زراعات البعلية في شهر 11 وكانت هناك كميات أمطار جيدة تجاوز 60 ملي أدت إلى إنبات المساحات المزروعة بالقمع والشعير البعلي، ولكن انقطاع المطر لمدة شهرين أدى تأثير سلبي، طبعا الجفاف له أثر سلبي على القمح والشعير، أدت إلى اليابسان ما يتجاوز 25% أو 75% من المساحات، ولكن لم تؤثر هذه الجفاف إلى الجذور التي امتدت لمساحة لمسافة 15 إلى 20 ملي داخل عمق التربة. بعد انقطاع المطر لمدة شهرين وصلت الكمية الهطولات المطرية ل 100 ملي في بعض المناطق خلال الأسبوع. هذا المطر كان له تأثير إيجابي على إعادة النشاط للمحاصيل المزروعة، بالإضافة إلى إنبات البزار التي كانت موجودة في التربة ولم تنبت. طبعا النبات يحتاج من 10 إلى 15 يوم للإنبات بوجود درجة حرارة من بين 15 إلى 20. إذن يمكننا أن نقول هذه الهطولات الأخيرة عملت على إعادة النشاط الفيزيولوجي للنبات، بالإضافة إلى إنبات البذور الموجودة في التربة. طبعاً حالة الجفاف اللي سيطرت على المنطقة كان لها تأثير سلبي طبعاً. وفي حالات الجفاف كما هو المعلوم النبات يعمل على تقصير الفترة الفيزيولوجية أو العمر الفيزيولوجي للنبات. بدلا من أن يكون عمر النبات الطبيعي 6 أشهر قد يقلص إلى 4 أشهر، ففي هذه الحالة يكون لها تأثير نسبي طبعا سلبي على الغلة أو الإنتاج. هي للتسمية طبعا، وهي فرحات الشتاء ومرحلة التطاول بالساق. النبات يحتاج إلى كميات زائدة من الغذاء لتشكيل أو للتكوين المادة الأساسية للنبات التي تساعد على عملية التركيب الضوئي، بالإضافة إلى عملية تشكيل الأزهار وتشكيل الأزهار وعملية امتلاء الحب ضمن السنبلة. نعيش هلا بظرف استثنائي كما يقال بعد عملية الجفاف، فيفضل من المزارعين عدم التبكير في الرش المبيدات العشبية خاصة للمساحات المزروعة البالية، بالإضافة إلى تأخير نوع من عملية التسميد لضمان أو لأنه كما نعرف أنه أعطاء السماد في غير وقته أو بعدم وجود الرطوبة الكافية يكون عامل سلبي على النبات لازدياد الضغط الأسموزي على الجذور، ويكون هناك عملية الامتصاص العكسي أو بدلا من نعطي للنبات من الرطوبة والمواد الغذائية بيكون عملية عكسية.